الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول: من قال إن الله في السماء يجوز أن تصلي وراءه؟ نعم، لأن الذي قال إن الله في السماء هو الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والقال إن ربنا في السماء هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: إنها مؤمنة. فعقيدة أن الله في السماء دي العقيدة التي نص عليها القرآن، وهي العقيدة التي علمنا لها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الكلام اللي بيقولوا الصوفية ده ما تشتغل به، لأن الناس حاربوا رب العالمين وادعوا الألوهية لمشايخهم، مشايخ الطرق الصوفية، فبالتالي انت ما تاخذ منهم دين اصلا، لانه دينهم ذاته باطل. كونه يقول لك الله في كل مكان وكذا، ده كلام باطل ومنهج عاطل. والامام مالك قال: الله في السماء. ده كلام الامام مالك. طيب، اللي بيقول الله ما في السماء، الله في كل مكان، ده هو العلماء قالوا ما يجوز اصلي وراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل قراءة القرآن للميت ثواب؟ اختلف فيه العلماء، والراجح إنه ثواب قراءة القرآن ما يصل للميت، لأنه قراءة القرآن ده عمل صالح ليك أنت القريت القرآن، ما لغيرك من ميت أو حي، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وربنا قال: من عمل صالحا فلنفسه. وهل قراءة القرآن عمل صالح ولا ما صالح؟ عمل صالح، نعم. طيب، ربنا قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها. وأفضل شيء تنفع به الميت بعد موته تدعو له. انت مش داير نفعه ولا داير حاجه ثانيه، ادعو له، ادعو له ربنا سبحانه وتعالى، ده افضل شيء كما نص عليه العلماء. قال: انتم تقولون كل الجماعات مبتدعه. طيب، اذا دايرين نتعلم من يا جماعه، ما في جماعة أو حزب أو طريقة بتعلمك أصلاً، ما في، لأنه الجماعات والطرق الأحزاب دي كلها على ضلال. ربنا قال كده، ربنا قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، يعني أحزاب وجماعات وفرق، وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، يعني ما تبقى معهم. الأحزاب والطرق والجماعات والجمعيات الموجودة ما تبقى معاهم، لا أنصار سنة ولا أنصار مهدي ولا صوفي ولا تجاني ولا سماني ولا غيره، ده كله باطل. تتعلم من العلماء الذين يعلمون الناس الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن سار على دربهم. قال: ما حكم الحجاب؟ الحجاب أنا اللي بفهمه من السؤال إنه المقصود به التميمة، اسمه في الشريعة التميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من علق تميمة فقد أشرك. الزول اللي بيعلق له حجاب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده مشرك كافر. يعني ليه؟ لأنه يا جماعة، الزول اللي بيعلق حجاب بيعلقه لسبب من سببين، أو لسببين، إما لجلب نفع أو لدفع ضر. يقول لك ده بيجيب الرزق،
أو يقول لك ده بكف العارض، أو يقول لك ده من العقرب، أو من كذا أو من كذا. والنفع والضر كله بيد الله. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالحجبات دي شرك، ما يخشك زور صوفي يجي هنا يبيع لي حجبات ويقول لك لا بيجوز. ما هو لابد يجوزها، لأنه لو ما جوزها لك أنت ما بتشتري منه بالقروش، ما بتدي قروش، فهو دول ده القروش. ونحن ما حصل جينا هنا يوم جمعنا تبرعات من الناس ولقطنا قروش، حصل؟ ما حصل. ليه؟ لأنه ده منهج الأنبياء كده، بيدعو الناس للتوحيد وينهو الناس عن الشرك، وما يسأل الناس أجر، ما دايرين قروش من الناس، ده منهج الأنبياء. أما منهج الطرق الصوفية بيجي بلقطوا من الناس قروش، ولك الحجاب، وواحد يا أخي شايل حبات بتاعت لوب عفن، خاتي كل حبة في كيس بتاع اسكريم الطويل ده بتاع الدردمة، ببيع عليهم، لقيته في ميدان، قال الحبة دي بتداوي من جميع الأمراض. واحد قال مشى ألمانيا، قال عنده كلى ما يتعالج، اديته الحبة دي قرشة، قال الحصوة من الكلى برد دروب وقعد. قال واحد وذاك ومعه عصابة، في عصابة معه في الحلقة، واحد يقول ايوه ايوه انا ذاته يا شيخ، خش خش وري النازل. طبعا ديل بيقسموا القروش مع بعض هم والشيخ، وداك برضه وداك وداك يقول انا عالجوني ويرفع يده، ده كله كذب. وصلوا على النبي واقعدوا تحت وزيدوا صلاه ونط فوق وطير اقع تحت. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عباده، لكن ده بليد ومحتال ومجرم. فما يغشك زول مجرم يا جماعه، يلقط قروشك بحبه بتاعت لوب عفن يبيع عليك ب 70 جنيه، كل كيله كلها بكم؟ عرفتها؟ فده الناس مجرمين وناس أكالين ومحتالين، دار يأكلوا قروش الناس. دي خلاصة الطرق الصوفية. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.